السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال ان شاء الله يا ربي، وتكونوا ماشيين مع القرايه ديالكم وتكونوا كتوجدوا مزيان الوطني ديالكم، لان هو راكم عارفين راه مهم بزاف، راه كيساوي 75%. دونك الكادو ديال اليوم ولا المفاجاه ديال اليوم خصيصا الناس ديال الباك، باك 2021 وباك ديال 2022. دونك شي حاجه اللي كنتو كتسناوها كاملين، كنتو باغيينها، دونك باش تعرفوا الحاجه اللي مخبئاها لكم. دونك خليكم معايا حيت خصني نشرح لكم بزاف الحوايج قبل ما تشوفوها. بالنسبة للناس الجدد اللي عاد كيشوفوا هذا الفيديو لأول مرة ولا عاد كيشوفوني أول مرة، بغيت نعرفكم براسي. معكم ابتسام التيدي، أخصائية تقويم النطق، خريجة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة اللي معروف بسميه ديال اسبيتس. دونك هذا المعهد اللي كيكون مجموعه من الممرضين ومن تقني ديال الصحه، مجموعه من الاطر الصحيين منهم حتى ديال الترويض ومساعد اجتماعي. دونك بزاف ديال التخصصات اللي كيخدموا في المستشفيات، كيخدموا بزاف ديال لي ستراكتور سانيتير. الوغ كيما قلت لكم، دونك هذه المفاجاه هذه هي الصراحة مهمة. علاش؟ حيت غنقدم لكم فيها مجموعة من المعلومات، مجموعة من التوجيهات، غنقدم لكم فيها الجديد ديال المدارس كاملين. دونك غتكون فيها بريباراسيون ديال لي كونكور، ديال كونكور ديال اسبيت، غتكون فيها توجيه كما قلت لكم، نصائح، بزاف ديال الحوايج اللي متعلقين بزاف ديال المدارس، دونك خصوصا اسبيت، ولكن بزاف ديال المدارس اخرين. دونك كما قلت لكم غيكونوا فيها حتى دي سيت اللي يعاونوكم، داشان يوتيوب اللي يعاونوكم، بزاف ديال الحويجات اللي زوينين واللي مهمين ومفيدين. هذا الشيء طبعا بصراحه فكرت فيه بزاف، لان يقدر يشكل لي شي مشاكل، ولكن كنتمنى من الله انكم ما تحشمونيش، كنتمنى انكم يعني تطبقوا داكشي اللي غنقول لكم بالحرف، وانكم تحترموا داك القرارات ولا داك الحويجات اللي غنقول لكم دابا. وبغيتكم اهم حاجه انكم تبارطاجيو هاد الهديه هذه مع الجميع باش كلشي يستافد. بيان سور خليو جيم وخليو كومونتير في الراي ديالكم شنو بان لكم، باش نعرف انكم فريمون مهتمين، وباش نزيد نقدم لكم في الجديد ان شاء الله. الهديه هي عباره عن رقم واتساب اللي يكونوا فيه مجموعه من لي جروب، ونحاول ان شاء الله نجاوبكم كاملين. دونك حاولت انني نتقرب منكم اكثر، انني ما نخليش، حيت بزاف طلبتوا مني نيمورو التليفون ديالي. صراحه هادشي يشكل لي شويه ديال المشاكل، حيت كما قلت لكم كاين بنادم اللي يقدر يبرزط، يقدر يسوني لك بالليل، يقدر بزاف الحوايج، ولكن انا غنثق فيكم انكم النمره ديال التليفون ما تعطيوها الا الناس اللي مهتمين بالدومين، الا الناس اللي مهتمين بالبريباراسيون، الناس اللي يستحقوا الرقم ديال التليفون. دونك كنتمنى انكم فريمون تاخذوا هذا الامر هذا بجديه، وانكم تبارطاجيوها مع كاع الناس اللي كيقراو في البكالوريا. دونك هذا رقم التليفون اللي مهتم، كنعاود نقولها، اللي مهتم واللي يكون اهل الثقه يصيفط لي ميساج في انستغرام ديالي. دونك نخلي لكم هنا ونخلي لكم في صندوق الوصف، تسردوا لي ميساج في انستغرام ديالي باش نعطيكم رقم التليفون. دونك غيكون مجموعه من لي جروب على حساب الناس ديال بيسي بوحدهم، ديال الناس ديال اسباتي بوحدهم، ادب بوحدهم. نحاول نفرقكم ويكون داكشي منظم زوين، كما كنتامل انا ما باغاش دي جروب اللي فيهم التفليه، وانما باغا دي جروب اللي تستافدوا منهم وما تضيعوش فيهم وقتكم. دونك نحاول انني نبقى نبارطاجي فيهم لي زانفورماسيون، وفاش يبدا ان شاء الله التفعيل لي سبيت نحاول ان شاء الله نبدا معكم لا بريباراسيون لي كونكور. دونك كنتمنى ان هاد المفاجاه تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستافدوا ان شاء الله. دونك كما كنقول لكم انا اي حاجه فيها الفائده انا معكم فيها، ولكن بشرط انكم تنتوما تبارطاجيو وتنتوما تدعموني، تخليو لي ميساجات اللي هما زوينين باش حتى انا نستمر في العطاء ان شاء الله يا ربي. دونك كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، كنتسنى بفارغ الصبر الرسائل ديالكم في الانستغرام باش نصيفط لكم الرقم التليفون وندخلكم في لي جروب، وهذا الشيء بيان سور مجانا بدون مقابل مادي. يكفي انكم تبارطاجيو وانكم يعني تكونوا اهل الثقه. وحاجه اخرى هي انكم غدا ولا بعد غدا حتى نتوما تعاونوا ناس وحدين اخرين، حيت فريمون دابا فاش كنوقف على شي واحد يعرف بشي تخصص ولا يعاون بشي حاجه، هو براسو
كتلقاه راه عاونوه ناس ألقوا ما كيبغيش يعاون. هذاك موضوع شخصي ديال كل واحد، ولكن انا بغيت غير ننصحكم من دابا تفكروا ديما المعاناه اللي دوزتوها، تفكروا ديما انكم في واحد الوقت كنتوا في بلاصه ديال داك الاخر اللي حتى هو محتاج المساعده وانت كنتي محتاج المساعده. دونك اللي كنقول لكم هو انكم في واحد الوقت ما تنساوش هذا الشيء اللي نتوما فيه دابا، وحاولوا انكم تنتوما تعاونوا الناس وتنتوما يعني تعطيو اللي عندكم وتعاونوا وتبارطاجيو لي زانفورماسيون اللي عندكم. دونك هادشي اللي كاين، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.